الشهداء رضي الله عنه. على لله الحمد في كل لحظة، على ما هدانا ملة خير ملة، صلاة وتسليم وزكاة هي خير البرية، وكرمنا فضلا علينا بأحمد نبي الهدى ماهي الردى والرزية، صلاة وتسليم وزكاة هي رسولا ذا الكفار للحق فالأولى، قفوه تدوى الفوز نالوا بجملة، ومن مانعوا منه فور أي تأذيب واصنا في نقمتي، وعياده بالمعجزات وبالعلا، هم شيدوا دين الإله بنصرتي، وجادوا بأموال وباعوا نفوسهم لدين الهدى في كل موطن غزوتي، وشرف منهم أهل بدر إلى هنا بأنواع آلاء وإلى مزيتي، وفي مدحهم جاء الكتاب وسنة، كفاهم لهم نص الكتاب وسنتي، وصلى على الهادي وآل وصحبه صلاة مع التسليم رب البرية، ثم الله يا من ربهم رزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحق بهم من خلفهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، يستبشرون بنعمة من الله وفضلهم وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. قال علماء السير رحمه الله أن الصحابة لم يقتل منهم إلا بضعة عشر، والباقون معجورون مثلهم، وكانوا كلهم مصداق هذه الآية الشريفة باللهابس الواجهة والوجه القاضية، وأما أفسدهم بثلاثة عشر أو أربعة عشر أو خمسة عشر أو ثلاثمية وثلاثمية وثلاثة وستون على أقوال، وأما مناكب كثيرة ونريد نبذ منها رجاء أن ينزل الله علينا من بركاتهم ويصب علينا إنابي نفحاتهم، ومنها ما روى بعضهم أنه خرج يريد الحج إلى بيت الله الحرام، فقد ما أصبى أهل أبو بكر رضي الله عنه بقرطاس وجعله بأسقفة الباب، فجاءت اللصوص إلى بيته ليأخذوا ما به، فلما صعدوا إلى السدي سمعوا حديثا وكعكا للسلاح، فرجوا وأتوا الليلة الثالثة والثالثة وسمعوا مثل ذلك، فتعجبوا وانكبوا حتى جاء الرجل من الحج، فجاءت رئيس اللصوص وقال له صادق بالله أن تكبرني ما صنعت به بيتك من صباح الصباح، قال ما صنعت به جهز بيتي سيا غير أني كتبته قوله تعالى ولا يعوذ ابنهما وهو العلي العليم، وكتبت أسماء أهل بدر رضي الله عنه فأعطى ما جاءت بذلك، فقال للسكبان ذلك والحمد لله رب العالمين، رضي الله عنا لبادرين رضي الله عن الشهداء، رضي الله عن الشهداء، رضي الله عن الشهداء، رضي الله عن الشهداء.
ساداتنا الكبرى جشاد عرض قدير الدرم لخرى ولا يسل وسلم دائما عبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مشجع القلب المختار من مضرى ولا يسل وسلم دائما عبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ما لهم نظرا ولا يسل وسلم دائما عبدا على حبيبك خير الخلق كلهم الكفار والأمراء ولا يسل وسلم دائما عبدا على حبيبك خير والخلق كلهم الأبطال والبصرى ولا يسل وسلم دائما عبدا على حبيبك خير والخلق كلهم قديدهم اللطف كيف جرى ولا يسل وسلم دائما عبدا على حبيبك خير وخلق كلهم وزادة كبرى ولا يصل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير وخلق كلهم قبائلهم وعم آلاؤهم وخلق دون أبيرا ولا يصل وسلم من دائما عبدا على حبيبك خير وخلق كلهم وسيد المصطفى أن يقضي البطرا ولا يسل وسلم دائما عبدا على حبيبك خير وخلق كلهم أباك بالدين ودنيا ومن سطرا ولا يسل وسلم دائما عبدا على حبيبك خير الخلق كلهم من أصاب دماء بدر السماء سرى ولا يسل وسلم دائما عبدا على حبيبك خير الخلق كلهم بعض السنين من سباء ضاربة ولصوص فما يقطو أحد من أحاضيه إلا أهلك ولو كان في عدد كثير فبينما نحن جلوس في بعض الأيام إذا أقبل رجل منها وماه تجارة نظيمة وليس ماه أحد غير عبديه وهو يحرك شفتيه كالذي يطل بعض أسمائه فتلقيناه وقلنا إن لهذا الرجل لشانا نظيما ونظرنا خلفه فلم نر غير عبديه فقال له والدي سبحان الله كيف سلمت بتجارة وأنت وحدك بهذه الطريق مقطوعة منذ سنين من اللصوص والسباء فقال دخلت هذه الطريق بجيش دخل به رسول الله صلى الله عليه وسلم ولقي به أعداءه ونصره الله به فقال له والدي أي جيش أدركت من الصحابة قال أدركت أهل بدر رضي الله عنهم ما دخلتهم معي في هذه الطريق المخوفة فما كنت أخاف لصا ولا سبا فقال له ويعلم رحمك الله إني كنت قبير قوم لصوص نقطعوا الطريق ولا تمر بنا قافلة إلا نهبناها ولا تجارة إلا أخذناها فبينما نحن جلوس في ليلة من الليالي إذ جاءت جواسيسنا وأخبرونا أن فلانا التاجر خرج بتجارة نظيمة وما معه إلا 15 رجلا فلما سمينا ذلك حملنا عليهم فقتلنا منا صحابي 10 رجال ثم أقبل علينا التاجر فقال يا هؤلاء ما حاجتكم وما تريدون فقلنا نريد أن نأخذ هذه التجارة فأنج بمن بقي معك من نصابك قال وكيف تقدرون علي ومن أهل بدر رضي الله عنهم
فقلنا نحن لا نعرف أهل بدر رضي الله عنهم. فقال الله أكبر، ثم أخذ يتلى في أسماء لا نعرفها، فأخذنا الروب عند تلاوتها وانحسمنا، وخرجت علينا ريح شديدة، ثم سمينا دكدكة مقاقات سلاح واشتباك الرماح، وقائلا يقول استقبلوا أهل بدر رضي الله عنهم بصبر جميل. فنظرت رجالا أي رجال قلقبان على خيول تسبق الريح، فأطاتوا بنا. فلما آينت ذلك بادرت إلى صاحب التجارة فقلت أنا بالله وبك. فقال تب إلى الله أن هذه الفيال. فطبت على يديه وقد قتل من أصحابي بيدة من قتل من أصحابي. ثم أني لما أردت الانصراف أنه سألته أن يعلمني أسماء أهل بدر رضي الله عنهم، فعلمنيها. فمنذ عرفتها لما احتج إلى خفارة أحد من الخلق، لا في البر ولا في البحر، وبها جئت من هذه الطريق كما رأيتني. فكل من رأني من لس أو صبي هذا عن طريقي، فلله الحمد. حقا تكثر في موضع الناس مع بدر تذكر، بركاتهم وعطاؤهم سماحة تترى ومنحتهم تضيء وتظهر، كهف الورى وسلامة من كل داهية ومما يكدر، من خوارق عادة وعجائب من عند ذكرهم تجيء وتصدر، لهم كمالات العلا وكرامة ومناقب تالله لا لا تحصر، ذاكري أسمائهم وثنائهم أنفس بخيرات ونعم تغسر، حاضرون تبصروا وتشفوا بولائهم في كل شيء تظفر، يا رب يا رحماننا نتبصر بالمصطفى وبجاههم نستنصر، أوصيل نشكر نعمة أنعمتها فضلا علينا أنت رب أكبر، وبذل وسيدي المن ووفقنا على عمل ولا تشكل بغيرك تهجر، جميع مضرة ومرمة وعن الجميع مقاصد يستهلر، قال الشيخ ابن حجر الأسقلاني رحمه الله، إنه وسر ابن عم لي في بلاد المشركين فطلب الروم في فدائه مالا كثيرا، فلم نطق عطاءه فارسلنا إليه أسماء أهل بدر رضي الله عنهم في قرطاس وأوصيناه بحفظها والتوصل بهم، فأطلقه الله من غير فداهم. فلما قدم علينا سألناه عن ذلك، قال لما وصلت إلي تلك الورقة التي فيها الأسماء فعلت فيها كما أوصيتني، فاستشاموني فصاروا يتبايعونني، وكان كل من استراني تصيبه مصيبة، فنقصت في ثمن الفتح حتى بايعوني بسبعة دنانير، فما مضى على من استراني بذلك إلا 3 أيام حتى أصيب بأعظم مصيبة،
فأخذ يعذبني بأنواع العذاب ويقول لي أنت ساخر وأنا لا أبيعك بل أتقرب بالكفر بقتلك للصليب. فما لبث إلا قليلا حتى رمحته دابته فهشمت وجهه ومات من حينه. فأخذني ابنه يعذبني أنواع العذاب واشتهر خبري بين الناس فقالوا له أخرج هذا الأسير من بلدتنا. فأبى إلا قتلي فما مضى إلا ثلاثة أيام حتى جاءهم خبر أن سفينة الملك قد ضاعت وكان فيها ابنه ومال كثير. فلما بلغ ذلك الخبر إلى الروم أتوا الملك وأخبروه بجميع ما كان من شأنه وقالوا له متى مكث هذا المسلم في أرضنا هلكنا ونحن لا نشك أنه من أولاد الأنبياء. فأرسل إلي الملك وطلبني وأعطاني 100 دينار وجهزني إلى بلادي. فهذا سبب خلاصي من الأسر وخلص الله بهم من أسر الذنوب والخطايا. رضي الله عن الإمام رضي الله عن الشهداء رضي الله عن الإمام رضي الله عن الشهداء رضي الله عن الإمام رضي الله عن تحية المولى الآلي على أصحاب طه الأبطاهي مرادية 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 خصوصا لغير بدر من قيامي خيار من ذوي الفضل الجلي مرادية 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 أبرار نفوسهم فدوهم للنبي مرادية 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 فسبحان الله وقد غاراهم وأولاهم ذر المجد السامي مرادية 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 بصحبة خاتم الرسل الباهي مرادي يا مرادي يا مرادي رسول الله أزمان وآله ببدر كريمة الله العلي مرادي يا مرادي يا مرادي صحابة الشهداء والأولى النهل إكرام هافي مرادي يا مرادي يا مرادي فكف أرن دليل أرسل بهم الفتح في حال إنساني مرادي يا مرادي يا مرادي نرجو إلى ملك الشر ضار ونيل مطالب القلب الشاجي مرادي يا مرادي يا مرادي صلاة الله دائمة تفوه على طه النبي الهاشمي مرادي يا مرادي يا مرادي وآل وصحابة ما تواصل بأهل البدر ذو خوف جالي مرادي يا مرادي يا مرادي مرادي أهل البدر يا مرادي. الشيخ الضوالي رحمه الله تعالى أن يوصلني من مشايخ الحديث أن الدعاء مستجاب عند ذكر أسماء أهل بدر رضي الله تعالى عنه. وقال أبو جر بن قال غير وقال غير إن كثير من الأولياء لم تحصل له الولاية إلا بقراءة أسمائهم وتوسل به. فنسأل الله سبحانه وتعالى بنبينا وسيدنا ومنجينا مرشدنا مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وبسيدنا أبي بكر رضي الله تعالى عنه وسيدنا عمر رضي الله تعالى عنه وسيدنا عثمان رضي الله تعالى عنه وسيدنا علي رضي الله تعالى عنه وسيدنا طلحة رضي الله تعالى عنه
وسيدنا الزبير رضي الله تعالى عنه، عبد الرحمن رضي الله تعالى عنه، سيدنا جعفر رضي الله تعالى عنه، وسيدنا سعيد رضي الله تعالى عنه، سيدنا أبي عبيد رضي الله تعالى عنه، سيدنا الأخنس رضي الله تعالى عنه، وسيدنا الأرقم رضي الله تعالى عنه، سيدنا الأرقم رضي الله تعالى عنه، سيدنا أنس رضي الله تعالى عنه، وسيدنا ياسر رضي الله تعالى عنه، سيدنا أنيس رضي الله تعالى عنه، سيدنا ياسر رضي الله تعالى عنه، وسيدنا أنس رضي الله تعالى عنه، سيدنا أبي رضي الله تعالى عنه، سيدنا أشعث رضي الله تعالى عنه، وسيدنا أوس رضي الله تعالى عنه، سيدنا أوس رضي الله تعالى عنه، سيدنا بلال رضي الله تعالى عنه، وسيدنا أبو زير رضي الله تعالى عنه، سيدنا أبو حاتم رضي الله تعالى عنه، وسيدنا ثقفة وسيدنا ثابت رضي الله تعالى عنه، سيدنا ثابت رضي الله تعالى عنه، وسيدنا ثابت رضي الله تعالى عنه، سيدنا ثابت رضي الله تعالى عنه، سيدنا ثابت رضي الله تعالى عنه، وسيدنا ثابت رضي الله تعالى عنه، سيدنا ثابت رضي الله تعالى عنه، سيدنا ثابت رضي الله تعالى عنه، وسيدنا جابر رضي الله تعالى عنه، سيدنا جابر رضي الله تعالى عنه، وسيدنا جبير رضي الله تعالى عنه، سيدنا جابر رضي الله تعالى عنه، جنبان رضي الله تعالى عنه، وسيدنا جابر رضي الله تعالى عنه، سيدنا حمزه رضي الله تعالى عنه، سيدنا حاتم رضي الله تعالى عنه، وسيدنا حاتم رضي الله تعالى عنه، سيدنا حسين رضي الله تعالى عنه، سيدنا الحارث رضي الله تعالى عنه، وسيدنا الحارث رضي الله تعالى عنه، سيدنا الحارث رضي الله تعالى عنه، سيدنا الحارث رضي الله تعالى عنه، وسيدنا الحارث رضي الله تعالى عنه، سيدنا الحارث رضي الله تعالى عنه، وسيدنا الحارث رضي الله تعالى عنه، سيدنا الحارث رضي الله تعالى عنه، سيدنا الحارث رضي الله تعالى عنه، وسيدنا الحارث رضي الله تعالى عنه، سيدنا الحارث رضي الله تعالى عنه، سيدنا الحارث رضي الله تعالى عنه، وسيدنا الحارث رضي الله تعالى عنه، سيدنا الحارث رضي الله تعالى عنه، سيدنا الحارث رضي الله تعالى عنه، وسيدنا أبو بكر رضي الله تعالى عنه، سيدنا حبيب رضي الله تعالى عنه، سيدنا حرام رضي الله تعالى عنه، وسيدنا حمزة رضي الله تعالى عنه، عليهم رضا واللطايا ورحمة ونعم وعلاهم من الحق تسرع صلاة وتسليم وأزكى تهيتي على المصطفى المختار خير البرية، وبسيرة خالد رضي الله تعالى عنه، سيدنا خباب رضي الله تعالى عنه، وسيرة خباب رضي الله تعالى عنه، سيدنا خنيس رضي الله تعالى عنه، وسيرة فريم رضي الله تعالى عنه، سيدنا خوري رضي الله تعالى عنه، سيدنا خوات رضي الله تعالى عنه، وسيرة خداس رضي الله تعالى عنه، سيدنا خراس رضي الله تعالى عنه، وسيرة خارج رضي الله تعالى عنه، سيدنا خلاد رضي الله تعالى عنه، سيدنا خلاد رضي الله تعالى عنه، وسيدنا خلاد رضي الله تعالى عنه، سيدنا خلاد رضي الله تعالى عنه، سيدنا خلاد رضي الله تعالى عنه، وسيدنا خريد رضي الله تعالى عنه، سيدنا خالد رضي الله تعالى عنه، سيدنا خليفة رضي الله تعالى عنه، وسيدنا خبيب رضي الله تعالى عنه، سيدنا ذي الشمالي رضي الله تعالى عنه، وسيدنا ذكوان رضي الله تعالى عنه، سيدنا ربيعة رضي الله تعالى عنه، سيدنا ربيعة رضي الله تعالى عنه، وسيدنا رفاعة رضي الله تعالى عنه، سيدنا رافع رضي الله تعالى عنه، سيدنا رافع رضي الله تعالى عنه، وسيدنا رافع رضي الله تعالى عنه، سيدنا رافع رضي الله تعالى عنه، سيدنا رافع رضي الله تعالى عنه، وسيدنا رفاعة رضي الله تعالى عنه، سيدنا رفاعة رضي الله تعالى عنه، سيدنا رفاعة رضي الله تعالى عنه، وسيدنا رفاعة رضي الله تعالى عنه، سيدنا راشد رضي الله تعالى عنه، سيدنا ربيع رضي الله تعالى عنه، وسيدنا رخيت رضي الله تعالى عنه، سيدنا زيد رضي الله تعالى عنه، سيدنا زيد رضي الله تعالى عنه، وسيدنا زيد رضي الله تعالى عنه، سيدنا زياد رضي الله تعالى عنه، سيدنا زياد رضي الله تعالى عنه، وسيدنا زياد رضي الله تعالى عنه، سيدنا زيد رضي الله تعالى عنه، سيدنا زيد رضي الله تعالى عنه، وسيدنا زيد رضي الله تعالى عنه، وسيدنا صابر رضي الله تعالى عنه، وسيدنا صابر رضي الله تعالى عنه، وسيدنا صابر رضي الله تعالى عنه، وسيدنا سعيد رضي الله تعالى عنه، سعيد رضي الله تعالى عنه، سعيد رضي الله تعالى عنه، وسيدنا 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 سلمة رضي الله تعالى عنه، وسيدنا سلمة رضي الله تعالى عنه، وسيدنا سالم رضي الله تعالى عنه، وسيدنا سهل 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 رضي الله تعالى عنه، وسيدنا سهيل رضي الله تعالى عنه، سهيل رضي الله تعالى عنه، سعيد رضي الله تعالى عنه، وسيدنا سعيد رضي الله تعالى عنه، سعيد رضي الله تعالى عنه، سعيد رضي الله تعالى عنه، سعيد رضي الله تعالى عنه،
وأشعث رضي الله تعالى عنه سماك رضي الله تعالى عنه سفيان رضي الله تعالى عنه سيدنا سراقة رضي الله تعالى عنه وسيدنا سراقة رضي الله تعالى عنه سيدنا سليمان رضي الله تعالى عنه سيدنا سليمان رضي الله تعالى عنه وسيدنا سليمان رضي الله تعالى عنه سيدنا سليمان رضي الله تعالى عنه سيدنا سليمان رضي الله تعالى عنه وسيدنا سواد رضي الله تعالى عنه سيدنا سواد رضي الله تعالى عنه سيدنا سواد رضي الله تعالى عنه وسيدنا شجاع رضي الله تعالى عنه سيدنا شماش رضي الله تعالى عنه سيدنا شريك رضي الله تعالى عنه وسيدنا صفوان رضي الله تعالى عنه سيدنا صهيب رضي الله تعالى عنه سيدنا زبير رضي الله تعالى عنه وسيدنا شعيب رضي الله تعالى عنه سيدنا ضحاك رضي الله تعالى عنه سيدنا ضحاك رضي الله تعالى عنه وسيدنا مرت رضي الله تعالى عنه سيدنا تريب رضي الله تعالى عنه سيدنا توفيق رضي الله تعالى عنه وصيت توفيق رضي الله تعالى عنه سيدنا توفيق رضي الله تعالى عنه عليهم ثراء والحناء وعزة ونور وأضواء تضيع وتلمع صلاة وتسليم على المصطفى المختار خير البريد بسيدنا آكد رضي الله تعالى عنه وسيدنا عبيدة رضي الله تعالى عنه سيدنا عمير رضي الله تعالى عنه سيدنا عمير رضي الله تعالى عنه وسيدنا عبيد رضي الله تعالى عنه وسيدنا عمر رضي الله تعالى عنه عبد الله رضي الله تعالى عنه عبد الله رضي الله تعالى عنه وسيدنا عبد الله رضي الله عنه عبد الله رضي الله تعالى عنه عبد الله رضي الله عنه عبد الله رضي الله عنه وسيدنا يعلي رضي الله تعالى عنه عثمان رضي الله عنه سيدنا عقبة رضي الله تعالى عنه وسيدنا عقبة رضي الله تعالى عنه سيدنا قاسم رضي الله تعالى عنه سيدنا عامر رضي الله تعالى عنه عامر رضي الله تعالى عنه عامر رضي الله تعالى عنه وسيدنا 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 عمر رضي الله تعالى عنه وسيدنا عبيد رضي الله تعالى عنه وسيدنا عباد رضي الله تعالى عنه وسيدنا عبيد رضي الله تعالى عنه وسيدنا عبيد رضي الله تعالى عنه وسيدنا عبيد رضي الله تعالى عنه وسيدنا عبد الرحمن رضي الله تعالى عنه عبد الله رضي الله تعالى عنه عبد الله رضي الله تعالى عبد الله رضي الله عنه عبد الله رضي الله تعالى عنه سعاشم رضي الله تعالى عنه عاشم رضي الله تعالى عنه وسنا عاشم رضي الله تعالى عنه وسنا عفير رضي الله تعالى عنه وسنا عمير رضي الله تعالى عنه وسنا عمير رضي الله تعالى عنه وسنا عمير رضي الله تعالى عنه وسنا عمر رضي الله تعالى عنه وسنا عبيد رضي الله تعالى عنه عبد ربي رضي الله تعالى عنه وسنا عبد رضي الله تعالى عنه عبد الله رضي الله عنه وسنا عبد الله رضي الله عنه وسنا عمر رضي الله عنه وسنا عمر رضي الله عنه وسيدنا 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 عمر رضي الله تعالى 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 عنه وسيدنا عباد رضي الله تعالى عنه وسيدنا عباد رضي الله تعالى عنه وسيدنا عبد الله رضي الله عنه وسيدنا عبد الله رضي الله عنه وسيدنا عبد الله رضي الله تعالى 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 عنه وسيدنا عبد الله تعالى عنه وسيدنا عبد الله رضي الله تعالى عنه وسنا عبد رضي الله تعالى عنه سنا عبد رضي الله تعالى عنه سنا عبد رضي الله تعالى عنه سنا عبد رضي الله تعالى عنه وسنا عبد رضي الله تعالى عنه سنا عبد رضي الله تعالى عنه سنا عبد رضي الله تعالى عنه وسيدنا عتية رضي الله تعالى عنه عليهم سرور والفخار والتحفة وجود وإحسان تزيد وترفع صلاة وتسليم خير البريه بسيدنا غنام رضي الله تعالى عنه وسيدنا الفاكه رضي الله تعالى عنه وسيدنا فروه رضي الله تعالى عنه وسيدنا قدامه رضي الله تعالى عنه وسيدنا قتادة رضي الله تعالى عنه وسيدنا قطبة رضي الله تعالى عنه وسيدنا قيس 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 رضي الله تعالى عنه وسيدنا ابن رضي الله تعالى عنه سمعان رضي الله تعالى عنه سمعانك رضي الله تعالى عنه سمعانك رضي الله عنه وسيدنا مجدراج رضي الله تعالى عنه وسيدنا مرثي رضي الله تعالى عنه سيدنا مقداد المقداد رضي الله تعالى عنه وسيدنا مستار رضي الله تعالى عنه سيدنا مشهور رضي الله تعالى عنه سيدنا مهرز رضي الله تعالى عنه معتب رضي الله تعالى عنه سمعان رضي الله تعالى عنه سيدنا مبشر رضي الله تعالى عنه سيدنا محمد رضي الله تعالى عنه
وسلم محمد رضي الله تعالى عنه محمد رضي الله تعالى عنه سماعي رضي الله تعالى عنه وسلم مالك رضي الله تعالى عنه سماعي رضي الله تعالى عنه سماعي رضي الله تعالى عنه وسلم سور رضي الله تعالى عنه سماعي رضي الله تعالى عنه سماعي رضي الله تعالى عنه وسلم معاذ رضي الله تعالى عنه سماعي رضي الله تعالى عنه سماعي رضي الله تعالى عنه وسلم معاذ رضي الله تعالى عنه سماعي رضي الله تعالى عنه سماعي رضي الله تعالى عنه وسيدنا مالك رضي الله تعالى عنه 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 وسيدنا مسعود رضي الله تعالى عنه وسيدنا مسعود رضي الله تعالى عنه مسعود رضي الله تعالى عنه وسيدنا مسعود رضي الله تعالى عنه مجد رضي الله تعالى عنه مجد رضي الله تعالى عنه مجد رضي الله تعالى عنه وسيدنا مجد رضي الله تعالى عنه مجد رضي الله تعالى عنه مجد رضي الله تعالى عنه وسيدنا مولى رضي الله تعالى عنه مجد رضي الله تعالى عنه مجد رضي الله تعالى عنه وسلم عمر 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 رضي الله تعالى عنه عليهم تحيات وفوز ومنة وفضل وإكرام توفوا وتستعوا صلاة وأزكى تحيتي على المصطفى المختار خير البريد من سيدنا واكد رضي الله تعالى عنه وسيدنا محمد رضي الله تعالى عنه وسيدنا محمد رضي الله تعالى عنه وسيدنا يدي رضي الله تعالى عنه وسيدنا ودك رضي الله تعالى عنه وسيدنا علي رضي الله تعالى عنه وسيدنا حبيب رضي الله تعالى عنه وسيدنا جابر رضي الله تعالى عنه وسيدنا زيد رضي الله تعالى عنه وسيدنا زيد رضي الله تعالى عنه وسيدنا زيد رضي الله تعالى عنه وسيدنا 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 أبي بكر رضي الله تعالى عنه وسيدنا أبي بكر رضي الله تعالى عنه وسيدنا أبي سلمة رضي الله تعالى عنه وسيدنا أبي صبر رضي الله تعالى عنه وسيدنا أبي زهير رضي الله تعالى عنه وسيدنا أبي عقيل رضي الله تعالى عنه وسيدنا أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وسيدنا أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وسيدنا أبي لؤلؤة رضي الله تعالى عنه وسيدنا أبي محمد رضي الله تعالى عنه وسيدنا أبي عبد رضي الله تعالى عنه وسيدنا أبي الله رضي الله تعالى عنه وسيدنا أبي الشيخ رضي الله تعالى عنه وسيدنا أبي الدجاج رضي الله تعالى عنه وسيدنا أبي طلحة رضي الله تعالى عنه وسيدنا أبي العوي رضي الله تعالى عنه وسيدنا أبي حبيب رضي الله تعالى عنه وسيدنا أبي قيس رضي الله تعالى عنه وسيدنا أبي أيوب رضي الله تعالى عنه وسيدنا أبي خلاد رضي الله تعالى عنه وسيدنا أبي خالد رضي الله تعالى عنه وسيدنا أبي سلمة رضي الله تعالى عنه وسيدنا أبي خشد رضي الله تعالى عنه وسيدنا أبي قتادة رضي الله تعالى عنه وسيدنا أبي داود رضي الله تعالى عنه وسيدنا أبي سرية رضي الله تعالى عنه وسيدنا أبي أسر رضي الله تعالى عنه وسيدنا أبي زيد رضي الله تعالى عنه وسيدنا أبي مسعود رضي الله تعالى عنه عليهم سلام والهدايا وبهجة بلا أمد ما الشمس تجري وتطلع صلاة وتسليم على المصطفى المختار خير البرية بسائر الصحابة أجمعين رضا الله تعالى أنهم أن تحفظنا من جميع البلايا والشرور وأن تورثنا بقضاء حاجات الفرح والسرور وأن تجعلنا من عبادك الصالحين يوم القضاء والنشور وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم كلما ذكره الذاكر عفر عن ذكره الغافلون يا الله خير القادر بدير يا الله صلاة الله سلام الله لا طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله من الآفات والنقمة ومن هم ومن غمة
بأهل البدير يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله إلهي ناجنا وكشف والآفات والنكبة مكائد الإباء والطوف بأهل البدير يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله على العاصين والوفين حبيب الله يا أهل البدير يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله نزلت وكم من ظلة فصلت وكم من نعمة وصلت يا أهل البدير يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله وكم عافيت ذا المسر بأهل البدير يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله وانجي من البلاء الصعب بأهل البدير يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله فبصي من ناحة الأيدي بأهل البدير يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله الليث والهيبة بأهل البدير يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله ودفئ مساعد النبنا بأهل البدير يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله كم من قربة تنفي بأهل البدير يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين صابة الغر وأهل البدير يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله وصل وسلم على خير البشر اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم عليهم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم عليهم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم عليهم بلا حضرة نبينا وشفينا من مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم
صراط الذين أنعمت عليهم غير آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين القرآن الحكيم. إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. تنزيل العزيز الرحيم. لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم غافلون. لقد حق القول ولا أكثرهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي للأذقان وهم مكمهون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشينا وهم لا يبصرون. والسلام عليهم أنذرهم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشى الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة أجر كريم. إنا نهل الموتى ونقدر وقدر وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. ولله المثل أصحاب القرى إذ جاءها المرسلون. إذا أرسلنا عليهم الليل وغضب ما فأظلم إذ آذن فقالوا إنا إليكم مرسلون. قالوا ما أنتم إلا بشر مثل ما أنزل الرحمن من شيء أنتم لا تقدرون. قالوا إنا إليكم مرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا إنا تطيرنا بكم إن لم ننتهوا نرجو منكم وليمسنكم عذاب أليم. قالوا طائركم عليكم أنكم كل منكم مسرفون. وجاء بالنكر المدين برج النساء قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا ما أسألكم أجرا وهم مهتدون. وما علينا إلا الذي فطرني إليه ترجعون. حتى فإن دونه آلهة الرحمن بل لا تغني عن يشفعون شيء ولا ينقذون. إني أرد في ضلال مبين. إني آمن ربهم أسمعون. كل يوفي من قال علي ذكرني أعلمون. ما غفر لي ربي جعلني مكرمين. وما أنزلنا على قومي هذه من السماء ما كنا منزلين. إن كانت إلا سيئة رائعهم بظالم خامدون. يا حسرة مع العباد ما يأتيهم رسول الله كانوا به يستهزئون. ألم نروا كم أهلكنا قبلهم من قرون أنهم فيهم لا يرجون. وإن كل ما جميع الذين مهضرون. وآيات الله ذروا الميت ضحيلها فأخذنا نهبه من يعقلون. وجعلنا فيها جنات من نخيل وعناب وفجرنا فيها من عيون. ليعوقوا نهر إمام بأيديهم فلا يشكرون. سبحان الذي خلق الأزواج كلها وما تنبت الأرض من أنفسهم ما لا يعلمون. وآيات لهم الليل مسبق النهار وإذا هم مظلمون. الشمس ليل مستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. وآيات لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك مشهور. وخلقنا لفظه ما يركبون. وإن نشاء نغرقهم ولا صديق لهم ولا منقذون. إلا رحمة منا متاعا باهين. وإذا قيل لهم ذقوا ما بين أيديكم ومن خلفكم لعلكم ترحمون. وما دعيتهم من آية من آياتهم ربي الله قالوا إنها مرضين. وإذا قيل لهم أنفقوا ما رزقكم الله قال الذين كفروا الذين عملوا يطيعون ما شاء الله تنظرنا في ضلال مبين. ويقولون هذا الوعد إن كنتم صادقين. مأمور الناس وحده آية تدخلهم يقسمون. فلا يستطيعون توجيدا ولا إلى أهلهم مرجعون. وفي خبص إذا هم الذي داخل ربهم يسرون. قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا مع بعض الرحمن سبق المرسلون. قالت الله سبحانه آية وإذا هم جميع الذين محضرون. فاليوم لا تقولوا نشوا شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. إلا صحاب الجنة اليوم في زول فاكهون. هم أزواج في ظلال من ورائك متكئون. أوفياء فاكهتهم ما يدعون. سلام قولا من رب رحيم. امتاز اليوم أيها المجرمون. ألم أعد إليكم يا بني آدم إلا عذاب الشيطان إنه لكم عدو مبين. ونعوذني هذا صراط مستقيم. ولقد أضل جلا كثيرا فلم تقولوا دعوتون. هذه جهنم التي كنتم توعدون. صباح اليوم كنتم تكفرون. لم نختم على أفواههم وتكلم أيديهم تشهدون بما قالوا يكسبون. ولو نشاء المشرى غير المستشفيات فأنا يبشرون. ولو نشاء المسخرى من مقادم مستدام ولا يرجون. ومن عمر رسول الخلق فلا يعيشون. وعلم عشرا يبغينا في الله مبين. يا
انذر من قال حي ويهك الكون الكافرين حولنا الناخر قالهم ما مدعدين أظن لها مالكون وذل الله عليهم إلا ركون منها يعيكون ولو في من أفهم شارب فلاه يشكرون واتخذوا من دون الله يعرف الله لهم ينصرون لا يستطيعون نصرا وهم لم يجدوا مظهرون فلا يعوزنك قول إلا أنا على ويسر ويعينون ولم نر الإنسان ما خلق له بدودا غذاء وخصيما مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي الله وهو رميم قل إيه الذي أنشأه المرء بكل خلق عليم الذي جعل لكم السجل الأخضر مرة إذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. صدق الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما بالسماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذن يعلم ما بين أيديهم ما خلفه ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء رسول الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. أستغفر الله العظيم. 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 إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي.
جددوا إيمانكم ونوروا قلوبكم بقول لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي إلهي ورضاك مطلوبي ورضاك مطلوبي يا حي يا قيوم 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 حي يا قيوم حي يا قيوم يا 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 حي يا قيوم حي يا قيوم يا 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 حي يا قيوم إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي ورضاك مطلوبي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي നിക്കൊഴുകു ആവതില്ലാത്തങ്ങ വർത്തുപൊടുതയ്ക്ക ഈ മക്കാമിന് പരിസരത്തിൽ ആർ ചാങ്ങി നിൽക്കണ്ട നിക്കൊഴുകു ആവതില്ലാത്തങ്ങ പർത്തുപൊടുതയ്ക്ക ഓടെ തീരേ തീരാത്തങ്ങക്ക് തീരേ ആഫ്യത്തിലെ കടുക്കൊഴുകളൊരവസ്ഥ മാത്രമേ ഉള്ളു അതല്ലാണ്ട് ആവതിന്നവിടെ ആർ ദയിക്കണ്ട ദയിക്കൊഴുകു പർത്ത സൗകര്യമാക്കിയിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും പർത്തുപൊടുതയ്ക്ക നിക്കൊഴുകു ആവതില്ലാത്തങ്ങ പർത്തുപൊടി ദയിക്ക ഓട് ദയിക്കണമെങ്കിൽ സൗകര്യം ഇവിടെ ഇല്ല എല്ലാവരും നിൽക്കണം ആവതിന്നങ്ങ നിൽക്ക ആവതില്ലാത്തങ്ങ പർത്തുപൊടി ദയിക്ക ഖാലിക്കായ അള്ളാഹുവിൻ്റെ പേര് ചൊല്ലുമ്പോത്തു മനസ്സിൽ എരിച്ചിട്ട് ഞങ്ങൾ വന്ന ഉദ്ദേശം പൂർത്തിയാവണോ നല്ല കഷ്ടത്തിൽ പരിഹാരം കിട്ടണോ ശരിക്കും ചാഞ്ഞ് ദയിക്കാണ്ട് ചാരി നിൽക്കാണ്ട് ഒരൊറ്റൊരു ചിന്ത അള്ളാഹുവിൻ്റെ ചിന്ത അള്ളാഹുമായിട്ടുള്ള ബന്ധ ഞങ്ങളെ മനസ്സിൽ കടുത്തൊരു അള്ളാഹു ഞങ്ങളെ കാണിച്ചുള്ളൊരു ബോധത്തിൽ ഞങ്ങൾ അള്ളാഹു വിളിക്കണു അതല്ലാണ്ട് ഞങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ ഏതോ ഒരു ഉദ്ദേശം ഏതോ ഒരു ചിന്ത ഏതോ ഒരു ഭാഗത്തിൽ കണ്ണ് ഏതോ ഒരു ഭാഗത്ത് കൈ ഇങ്ങനെ ഇക്കോ തീരാം അതേപോലെ പ്രത്യേകിച്ച് പെണ്ണിങ്ങളുടെ ഭാഗത്ത് കേസ് എത്തൊക്കെ കുറേ പെണ്ണിങ്ങളുണ്ട് ആ പെണ്ണിങ്ങളെ മുഖം നോക്കി നിങ്ങൾ ശരിക്കാണ്ട് നിങ്ങൾ വന്ന ഉദ്ദേശം എന്തിനേക്ക് നിങ്ങളുടെ വന്ന കാര്യം എന്തിനൊക്കെ കൂടി ഏതും വയ്ക്കട്ട് നിങ്ങൾ വന്ന കാര്യം അത് പൂർത്തിയാക്കുമെന്നെ നിങ്ങൾ ദുആർക്കണം അല്ലാണ്ട് പുറത്തുകൂടെ അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ചോദ്യം ചെയ്യും പോകണ്ട അല്ലാഹു ഇല്ലത്ത് ബർക്ക ചെയ്തിട്ട് ഖാലിക്കായ അല്ലാഹ് അല്ലാഹ് അല്ലാഹ്
الله 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 إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي. ورضاك مطلوبي إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي. اللهم صل صلاه كامله وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به الوقاضي وتنفرج به الكرب وتقلى به الهوائج وتنال به رغائب وصول الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى اله واصحابه في كل مهتون فصل يد ذكر معلوم لك. اللهم صل صلاه كامله وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به الوقاضي وتنفرج به الكرب وتقوى به الهوائج وتنال به الرغائب وصول الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم على اله واصحابه في كل امه ونفس يد ذكر معلوم لك. اللهم صل صلاه كامله وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به الوقاضي وتنفرج به الكرب وتقضى به الهوائج وتنال به الرغائب وصول الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى اله واصحابه في كل امه ونفس يد ذكر معلوم لك. اللهم صل صلاه كامله وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به الوقاد وتنفرج به الكرب وتقضى به الهوائج وتنال به الرغائب وصول الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى اله واصحابه في كل امه ونفس يد ذكر معلوم لك. اللهم صل صلاه كامله وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به الوقاد وتنفرج به الكرب وتقضى به الهوائج وتنال به الرغائب وصول الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى اله واصحابه في كل امه ونفس يد ذكر معلوم لك. اللهم صل صلاه كامله وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به الوقاد وتنفرج به الكرب وتقضى به الهوائج وتنال به الرغائب وصول الخواتم
ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وأصحابه بكل يوم يتون فصم يضد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد العيد المحل به القضي وتنفرج به الكرب وتقضى به الغواج وترال به رغائب وصل الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل ما دون بصم يعدد كل معلم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به المقاضي وتنفرج به الكرب وتقضى به الغواجب وتنال به رغائب وصل الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل ما دون بصم يعدد كل معلم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به الوقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الأوائل وترال به الرغائب وزل الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل مهد ونفس بأرض كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به الوقد وتنفرج به القرب وتقضى به الأوائل وترال به رغائب وصل الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل مهد ونفس بأرض كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به الوقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الأوائل وترال به الرغائب وصل الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل مهد ونفس بأرض كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به الوقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الواجب وترال به الرغائب وصل الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل مهد ونفس بأرض كل معلوم لك. إلهي أنت مقصودي ورميك وطلودي ورماك مطلودي إلهي أنت مقصودي ورماك مطلودي صلوا على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم.
يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي إلهي ورضاك مطلوبي إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.